السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتوني مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بجمعة قيسر قليم الصعيد، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية هالخيرات تنوريو الرجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتوني مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالة رجالة بنات ولاد بتاريخ 2/8/2024 التول القزاري 620/1 وبيع بيع 620 مهنة. شحال من واحد؟ شحال من واحد؟ صابو تاسا واحد. وفي راس مخزون تماك. واخا مرحبا. صالح. ها هو. يا الله ها. الله انتم في قناة زيتوني مرجان كاملين. يلا. 560 28000 تاع الدرهم. ديما احنا في السوق الاسبوعي بجمعة قيسر قليم الصطات 550 ما بغيتوش. اي 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 شحال الفاترة؟ 45 52000 تاع الدرهم هاد الجوج. هذا الصوت ابيعوا القرني، بيعوا القرني رشيد اخو اش عطيتي؟ اش بيناتكم؟ اش عطيتي القرني؟ 620 الاحمر القرني كنقول 20 مليون. جيت يا كديديب. تبارك الله الكديديب. والله ما بقى نوقفوا هذيك الثانية قسما بالله. خمسمائة وعشرين ما بغيتوش؟ قلتوا لي مصوبوا 26000 تاع الدرهم 720 رامونا كثير 720 جيتي ولا جابوك؟ خليني تقول انا يا عاد قولك شحال هاد 6 ملايين ونص الله يحفظك الله يحفظك وخبرتي يا خويا وخبرتي اقبال من العيد بشلة ويوسف شري عندنا شري عندنا مرضي قويد انا بغيت الله عطاونا 13 وعلى عطاونا 13 هذا ولي 720 ما بغيتوش ديروا معود مصطفى ما كديتوش عارفكم نزيد 10000 يلا سير وانا نصور هاتو لو بغيتو تبيعو لي يلا يربح كاميرا خدامه هذا 700 شحال 700
لا عطاوك ما بغيتيش بغيتي يفوت معاك 800 المليح كاين ها 740 ولا هكاك بيعوه وديروا حسابكم ما تقولوش قال لي لنا سيروا مرحبا شحال 500 جيبات تبقى هكا خيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرشا راه تاهو معاكم راه طول منكم كاملين تا مزال ما خلاوش تتصب انا سيدي صقرتك صافي ابراهيم كيفاش واه كيفاش واعر ابراهيم؟ الحيمس هذا الطاكسي ولا لك الحانوت؟ لا نبيع الحيمس تشري عنده ولا بيع ليه؟ لا نبيع الحيمس هذا هاي نكمل المبرد شحال الطاكسي خويا؟ 570 يوم سير مال وبرك انت مشروك تماك؟ شحال بارك؟ وبارك 3 مليون و 40 ألف وبارك وشحال هذاك بو مليار؟ هذا قبل 20 زيدو وهذا؟ هذا ب 25 هذا مصطفى وتعباس تاوكا يبيعوا شريف التو الكسالة واللحم شحال اليوم؟ الحم شحال ياك من زايده الغيزه؟ والله 90 درهم هي رخيصه 90 درهم هي رخيصه سمعت ولد عباس يقول لنا 90 درهم رخيصه ب 90 درهم ما فايته 90 درهم 2000 عسير لان انا بغيت نمشي للخدمه وانا تخدمي هادو تو القرني شاري اخير ما كاين في جمعه كيسر هادو كلشي تو القرني شاري اخير ما كاين وشحال اللحم غادي يكون اليوم الكردي؟ ها لا راه شحال هذا مجا اليوم الاول في السوق اليوم الاول في السوق جمعة كيسر وني ياخذ السلعة ماركة قول لي الكردي شحال غادي يكون تقريبا؟ 1800 شحال؟ 18 صوت بحالك بحال ولد عباس هذا الكردي راه معلم وتيشرب كر نقي وكر مليح الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين تيقول لنا 90 درهم غادا تكون 90 درهم ياك واخويا مرحبا تو هو مرحبا مرحبا انتم مع القرني هنا قلتي 90 درهم في المليح 90 درهم